رغم مواصفاتها الرائعة، هذه السيارات الخارقة فشلت جماهيرياً. تعرفوا عليها في حلقة اليوم من الهاوية. مونتي فيردي هاي من إنتاج 1970، وقد تم بناء سيارتين فقط من مونتي فيردي هاي، حيث صممها بيتر مونتي فيردي بمحرك كلايسلر V8 بسعة 7 لترات، تم ضبطه ليعطي 450 حصاناً و180 ميلاً في الساعة. أرجايل جي تي من إنتاج سنة 1976، صممت من قبل بوب هندرسون لتكون سيارة إسكتلندية فائقة السرعة تبلغ 200 ميل في الساعة، ولكن مع الأسف أدت أزمة النفط في ذلك الوقت لعرقلة خططه، واضطر لاستبدال محرك V8 مزدوج التيربو المخطط له بمحرك V6 بسعة 266 سي سي، وهو ما أدى لفشل السيارة جماهيرياً. بنثر 6 صممت في أواخر السبعينيات، جاء تصميمها بست عجلات ومحرك كاديلاك V8 بسعة 8.2 لتر، وقد تم بناء سيارتين فقط، كل واحدة من المفترض أن تكون قادرة على التسارع 200 ميل في الساعة، لكنها فشلت فشلا ذريعا. تومي زيرو من إنتاج 1978، وقد تم تقديمها للمرة الأولى بمعرض جنيف الدولي للسيارات، وجاءت بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 2.8 لتر وبقوة فرملة حصانية 145. أستون مارتن بولدوغ من إنتاج 1979، وجاءت بمحرك V8 مزدوج التيربو بقوة 700 حصان وأقصى سرعة 200 ميل في الساعة، وكانت تعتبر وقتها أسرع سيارة خارقة، لكنها لم تصمد هي الأخرى في الأسواق.